هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توليه منصبه رسميا ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية. ومن جانبه أكد الرئيس على مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي واستئناف المفاوضات بين الجانبين، وشدد على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة. كما أكد على ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي. نظمت القوات المسلحة حفل انضمام الطلبة المستجدين المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من الدفعة 119 حربية وما يعادلها من الكليات. بدأ الاحتفال بعرض للموسيقات العسكرية واستعراض حرس الشرف، أعقب ذلك اصطفاف الطلبة الجدد بأرض الطابور. كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم في الاحتفال باستقبالهم بعرض الفروسية والكفاءة البدنية والعرض العسكري لمقاتلي الكلية من مختلف السنوات الدراسية. يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية، وردد الطلبة الجدد قسام الولاء. قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة بتفقد مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع أكتوبر الأقصر أسوان أبو سمبل، والذي يبلغ طوله 1100 كيلومتر، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع في المسافة من أسيوط حتى سوهاج بطول حوالي 110 كيلومتر. وتابع الوزير أعمال تنفيذ جسر الطريق وأعمال إنشاء المحطات في هذه المسافة والتي تشتمل على 5 محطات من إجمالي 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع، بواقع عدد 2 محطة للقطار السريع هما أسيوط وسوهاج، وعدد 3 محطات للقطارات الإقليمية هي أبو تيج والغنايم وجهينة. ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة وجهت ضربة لمنشأة عسكرية أوكرانية كانت تصنع طائرات المسيرة لاستخدامها لاحقاً لتنفيذ أعمال حربية ضد روسيا. وأضاف البيان الذي نشرته وكالة سبوتنيك عربية اليوم، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة على مرافق مجمع صناعي عسكري أوكراني كان مسؤولاً عن تصنيع طائرات هجومية من دون طيار تستخدم لتنفيذ هجمات ضد روسيا، كما تم استهداف أماكن التخزين ومواقع إطلاق المسيرات. أعلن مسؤول اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فتح باب القيد الشتوي لأندية الدوري الممتاز بداية من اليوم الأحد الأول من شهر يناير ولمدة شهر كامل، حيث تنتهي المهلة يوم 31 من يناير الجاري. ويشهد شهر يناير الجاري قيام الأندية المصرية بعقد صفقات جديدة لتدعيم صفوفها لاستكمال ما تبقى من موسم البطولات المحلية والأفريقية. واشترط اتحاد الكرة على الأندية ضرورة تسديد كافة المديونيات المستحقة للجبلاية قبل قيد الصفقات الجديدة، مع وجود خيار آخر وهو الوصول لاتفاق بجدولة المديونيات والمبالغ المستحقة.